اسمي مالك أبو غوش، ماجستير إدارة تربوية، مدير لأكاديمية سيمساو لتدريب كرة القدم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكابتن مالك أبو غوش. بداية يسعد مساك. مساك يا رب، أهلا وسهلا. كلك ذوق. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. بداية أنا اسمي مالك أبو غوش، ماجستير إدارة تربوية، مدير لأكاديمية سيمساو لتدريب كرة القدم. نعم، بالتوفيق. تحكي لي أكثر عن بداياتكم بهاي الأكاديمية، متى أسستوا هاي الأكاديمية؟ بداية إحنا أسسنا الأكاديمية في عام 2019، أحببنا في بداية في يعني ودخلنا لعالم تدريب كرة القدم، أحببنا إنه نشارك المجتمع الزرقاوي في مدينة الزرقاء لأنه بحاجة إلى بيئة حاضنة داخل المجتمع الزرقاء لدعم كرة القدم، فأسسنا أكاديمية كرة القدم نستقبل أعمار من عمر 4 سنوات إلى عمر 16 سنة، بنحاول قدر المستطاع إنه ندعم الأندية الأردنية بلاعبين، والحمد لله رب العالمين أكثر من لاعب التحق في الأندية الأردنية. بنحاول كل فترة وفترة إنه نشتغل على مستوى عالي، نطور من أدائنا كل سنة عن سنة، بيكون في تطور وتميز في أداء أكاديميتنا. نعم، بالتوفيق. شو هي أهم الخدمات اللي أنتم عم بتقدموها عندكم بهاي الأكاديمية؟ تدريب اللاعبين على مهارات كرة القدم، بنبلش من عمر 4 سنوات، الطالب بيبدأ بالإحساس بكرة القدم، ببلش يتعايش مع كرة القدم حتى نوصل إلى برنامج يخدم الطالب، برنامج لياقة بدنية، برنامج مميز بالخطط التكتيكية موجودة عندنا، مدير فني للأكاديمية الأستاذ محمد عمر وهو حاصل على شهادة تدريب اتحاد آسيوي، نعمل الخطط التدريبية الموجودة عندنا بالأكاديمية، الطالب بيمشي عليها في جميع المراحل النمائية تكون يعني بتدريب كرة القدم. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ بداية نشكره على يعني الجهود اللي بيقدمها للشباب ودعمه للشباب خاصة القطاعات الرياضية والدعم الدائم لكرة القدم، منوصل له طبعا يعني الشكر الموصول الدائم لجلالته، وأيضا نوصل صوت الشباب الموجود بأنه بحاجة دعم وتوفير بيئة يعني دائمة وداعمة للاعبين كرة القدم ويعني بيئة حاضنة في دورياتنا الأردنية. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وشو هي طرق التواصل معكم؟ إحنا موجودين في ملاعب خطاب الرياضية في مدينة الزرقاء، الزرقاء الجديدة، شارع 36 خلف السيف واي مقابل سوق الخمسة. طبعا التواصل على الرقم 078-89-8-2642. شكرا لك. في البداية يسعد مساك كابتن محمود خطاب. يسعد مساكم يا رب. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين شوي بنبدأ بسيطة عن حالك. الكابتن محمود خطاب مشرف أنشطة في مدارس الخضر الحديثة عمان طبابور ومدرب رياضي معتمد في الاتحاد الأردني. نعم، بالتوفيق. بس احكي لنا هون عن الأكاديمية، ايش هي أصلا الفئات العمرية اللي أنتم عم تستهدفوها عندكم بالأكاديمية؟ تمام. أكاديمية سيمساو لكرة القدم هي أكاديمية مميزة في مدينة الزرقاء، نشأت من حوالي تقريبا 2.5 سنين. اعتمدنا في هاي الأكاديمية نستقبل جميع الفئات العمرية، في عندنا فئات عمرية من 4 سنين و5 سنين، هاي الفئات الحساسة جدا اللي أغلب الأكاديميات تستثنيها من صعوبة التعامل معها. عندنا مدربين مختصين يتعاملوا مع الفئات العمرية الصغيرة ولهم ملعب خاص، ملعب خاص للأطفال مساحته تقريبا 150 متر، خاص بمحمي بالكامل، مغطى بالإسفنج، عرضاته مغطى في الكاميرات في المراقبة، الملعب كامل مغطى، التمارين تبعته في الكاميرات نقدر نشاهد التمرين في أي وقت،
واي احد من الاهالي بحب يشوف التمرين بيقدر يقعد في غرفه الاداره ويشوف التمرين بالكامل ويتابع ابنه في كل تفاصيل التمرين. نعم، بس تحكي لنا شوي اكثر شو اللي بيميزكم عن الاكاديميات الثانيه وخصوصا هون بمدينه الزرقاء؟ الان في مدينه الزرقاء في مجموعه اكاديميات بتدرب، لكن احنا ممكن القيمه اللي بنقدمها زياده يعني التعامل الاخلاقي مع الطلاب، تعامل راقي جدا الحمد لله، مدربينا كلهم حاصلين على شهادات وهم من خريجين كليه التربيه الرياضيه طبعا، ومعهم شهادات مختصه في كره القدم ومعهم شهادات ايضا في تطوير الذات، يعني وهم يعني على قدره على التعامل مع جميع الفئات العمريه الموجوده عندنا في الاكاديميه. اضافه لذلك الملعب مجهز بكافه التجهيزات، ادواتنا الرياضيه بتم تحديثها وتجهيزها كل موسم وتغييرها، اي شيء تالف يتم اتلافه احضار يعني معدات جديده. نعم، بس اصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي انتم عم تواجهوها بهذا المجال؟ يعني ممكن اكثر المشاكل المواجهه هي التغطيات الاعلاميه للمنشات الرياضيه، يعني دائما الجانب الرياضي ممكن يكون نوعا ما مظلوم او العدسه غير مسلط عليه، فبنشكركم يعني من هذا المنبر على يعني تسليط الضوء على الاكاديميات الرياضيه في مدينه الزرقاء حتى تستطيع انها تنطلق وتظهر وتكون الرياضه فعلا هي المكان الاساسي لابنائنا ومكان تفريغ الطاقه واللي هو المكان الصحيح اللي تواجدوا فيه يعني ابنائنا الصغار. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول له؟ طبعا احنا اكيد نشكر قائد البلاد على اهتمامه في الرياضه وعلى توجيه طاقات الشباب في الاتجاه الصحيح وعلى تطور الرياضه ايضا في الاردن. احنا لاحظنا اكثر من ميداليه اولمبيه في يعني اردنيه في الفتره الماضيه في السنه الماضيه، فاحنا هذا شيء يعني مفخر للاردن. نشكر ايضا الامير علي على اهتمام الرياضه، بحاجه اكثر ايضا لتسليط الضوء على الرياضه من الجانب الاعلامي، الدعم النفسي والمعنوي والمادي لكل الاكاديميات الرياضيه مش بس بكره القدم، لجميع انواع الرياضات في المملكه. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين اود ان اشكر الكابتن محمود خطاب على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا، شكرا لك. شكرا جزيلا. كل التوفيق.